اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. علقت مفاتيح واكسسوارات بالكرتون وعلى شكل كوخ، كنا قدمناها من سنتين بالظبط. المهم ان جالي كومنتات كتير عن المقاسات ونوع الكرتون والغيره، وبالذات المقاسات، عشان كده هنقدم النهارده الفيديو بالشرح والتعليق الصوتي والمقاسات. يلا بينا نبدا مع بعضينا. هنحتاج كرتون نصبيان، هنعلم عند 50 سنتي، يعني هنقسم الفرخ نصين بالتساوي ونقطع بالكتر، والنصين دول هنعلم عند 30 سنتي و30 سنتي تانيين عشان نقسم النصين دول بالمقاسات دي. وهنحتاج كمان لشرايط كرتون عرضها 10 سنتي، وكمان شرايط تانية عرضها 3 سنتي، وبرضو شريط كده عرضه 5 سنتي. هنلزق الأجزاء اللي قصناها في بعض الأربع طبقات باستعمال الغير الأبيض أو غير الخشب عشان تديها متانة، وهنلزق برضو شوية شرايط اللي عرض 10 سنتي والشرايط اللي عرض 3 سنتي. هنيجي بقى في نص المسافة 15 سنتي ونختار ميل سقف الكوخ، نقص بقى الميل ده ونشيل الزيادة، وبنفس العرض هنقص جزء من الشرايط ال 10 سنتي، وهنقص شريط ال 5 سنتي برضو. نبدأ بقى نعمل الحاجز بتاع الرف الكبير بشرايط ال 3 سنتي، ونقص جنبين ميلين بالشكل ده. وعند 21 سنتي في شريط ال 10 سنتي هنعمل علامة ونقص جزئين قد بعض عشان يكونوا السقف المايل للكوخ. ارسم بقى خط من تحت عشان هنلزق فيه الرف الكبير ال 10 سنتي على ارتفاع 5 سنتي، وعلى ارتفاع 20 سنتي نعمل خط تاني نلزق فيه الرف الصغير ال 5 سنتي. نبدأ بقى نحط الحاجز ال 3 سنتي على الرف الكبير، ونلزق برضو الجنبين المايلين، ونلزق الشرايط ال 3 سنتي في الأجناب داير ما يدور عشان تديها سمك أكبر ونضافة أفضل. وعشان ما تتحيروش أو تتلخبطوا، أنا هسيب لكم المقاسات بالصور في الموقع، وهسيب لكم اللينك في شرح الفيديو. ونبدأ بقى التغليف. ده ستيكر خشب هتلاقوه عند محلات الديكورات أو المكتبات. أول حاجة هنغلف الرف الصغير، بعدين نقص حتة ستيكر كبيرة على قد الواجهة كلها، ونفتح بقى فيها فتحة بمقاس الرف الصغير عشان عايز أغلف الواجهة كلها بورقة واحدة متصلة بدون قصات، وندخل الفتحة دي في الرف ونبدأ نشيل الورق من الستيكر حتة حتة ونلزق على مهلنا جزء جزء. هنحتاج بقى أعواد ستيك، أظن خلاص كلنا عارفينها دلوقتي، وهنقص منها الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت حتة كده بارتفاع 3 سنتي مثلا، نقص منهم حبة حلوين، وهنقص الحتة اللي هتفضل بالنص وبرضه نقص حبة حلوين. نبدأ بقى نلزق الأجزاء اللي قصيناها في الشرايط. أنا لزقت 3 حتت في بعض عشان يبقى المقاس بين الأعواد زي بعضه، استامبا يعني. هنعمل سور بقى زي سور الحديقة أو الجنينة، ونلونه بالأخضر، ألوان مية أو ألوان أكريليك اللي تلاقيه عندك. برضه نغلف سقف الكوخ بنفس نوع الستيكر، ورقة ستيكر واحدة عشان يبقى قطعة واحدة في الشكل وتدريجة لون الستيكر، ونلزقه برضه بمسدس الشمع. هنجيب بقى أعواد اسطوانية أو حتى أعواد شوي بس سميكة شوية، ونقص منها بطول 10 سنتي، هنحتاج 7 قطع بالظبط. نخرم بقى في الكرتون بميل شوية باستعمال مقص مثلا، وننقط بمسدس الشمع نقطتين، ونلزق الأعواد الخشب دي 3 في النص و2 في الجنب. نجيب بقى مسامير علاقي ونعلق 3 في الجزء اللي من تحت الكوخ. انا عشان كده عملت الكوخ 4 طبقات فوق بعض عشان نقدر ندخل فيه الخشب والمسامير. نيجي بقى لاهم جزء، التعليق. هنحتاج 6 قطع من الكرتون اللي عرضه 5 سنتي، هنلزق 3 في بعض بالغيره، بس هنخليهم متركبين فوق بعض زي درجات السلم بالشكل ده، وهنلزق الثلاثة التانيين بنفس الطريقه بس بالعكس وعلى نفس قياس الثلاثة اللي عملناهم في الاول عشان يبقى منظرهم بالشكل ده. نشيل الزيادة في الجزئين دول ونسيب بس التدريجتين اللي قصاد بعض كده، التدريجتين هيقابلوا بعض بالشكل ده. دي اسمها التعليقة الفرنساوي، طبعا بتتعمل في الخشب انما احنا عملناها في الكرتون والمصري معروف بجبروته. هنلزق واحدة في الكوخ، وادي النص التاني اللي هيتعلق في الحيطة هيدخل بالشكل ده، وطبعا هنلزقه في الحيطة برضو بمسدس الشمع. هسيبكم بقى مع الصور وهستنى تعليقاتكم. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.